أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم.